اللاعبين الصغار والمواهب والبراعم في جمهورية مصر العربية بينتظروا تحديد المواعيد الرسمية لانطلاق اختبارات قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وبالتالي يبدأ النادي الأهلي طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين بداية من غد السبت بإذن الله الموافق 23 من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الاثنين المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا على بوابات النادي في مقر النادي بالجزيرة وفي فرعي النادي في مدينة نصر والشيخ زايد، وتبلغ قيمة الاستمارة 30. إذن الثالثة عصرا وتبلغ قيمة الاستمارة 30 جنيه. تم تحديد أيام 16 و17 و18 و19 يوليو المقبل لاختبارات أبناء الأعضاء مجانا لجميع المراحل السنية. لكن لمزيد من التفاصيل ومتابعة هذا الخبر الهام جدا لكل البراعم والناشئين في جمهورية مصر العربية، معنا على الهاتف الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن فتحي، أولا برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب، ومحتاجين نعرف منك بقى أخبار قطاع الناشئين والاختبارات المزمع إجراها بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة. اولا كل سنه وانت طيب، وطبعا كل سنه وجميع اعضاء النادي الاهلي وجميع جماهير النادي الاهلي بخير، وانا بشكرك على المداخله الجميله دي عشان نوضح بعض الامور الخاصه بالقطاع والخاصه باختبارات النادي الاهلي ان شاء الله. يعني اتفضل يا كابتن. هو طبعا احنا يمكن كنا خدنا قرار فعلا، يمكن كان قرار مجلس اداره ان احنا نظرا لتنميه موارد النادي، يمكن عملنا الاستماره فعلا ب 30 جنيه وخدنا موافقه مديريه الشباب والرياضه، والحمد لله الاستمارات هتنزل بكره ان شاء الله من الساعه 10 في 3 فروع، فرع اهل زايد وفرع مدينه نصر وفرع الجزيره، وان شاء الله انا عارف ان بيبقى في اقبال كويس قوي من الناس وبيبقى في اقبال شديد على اختبارات النادي الاهلي، فان شاء الله يعني الاجهزه الفنيه اللي معايا هتقوم بدور على اكمل وجه، وان شاء الله هتبقى الامور كلها كويسه بالنسبه للناس اللي جايه وبالنسبه للناس المختبرين، واحنا الهدف الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الناس اللي جاي من اماكن بعيده عشان يبقى فيه الاختبارات بشفافيه، والاختبارات ايضا فيها نوع من الصدق ونوع من عدم المجاملات لاي حد، لان احنا هنشتغل لمصلحه النادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، مهم برضو ناكد على ان الاماكن اللي هيتم من خلالها طرح استمارات الاختبارات هتكون في مقرات النادي وفروع النادي فقط، عشان الجماهير او حتى الناشئين اللي حابين يتواجدوا في اختبارات الناشئين ما لناش فروع اخرى في محافظات، عشان الناس تبقى عارفه بس الاستماره بتتباع فين بالظبط. لا هو بص حضرتك، المحافظات على فكره لسه برضو عشان يبقى الناس تبقى على علم، المحافظات لسه لم تحدد الاختبارات فيها، ولكن المحافظات احنا برضو حاطين ان شاء الله الرؤيه القادمه بعد ما نخلص الاختبارات في الانديه ان شاء الله او في النادي الاهلي، يعني نبتدي نبص على المحافظات وهنبعت مندوبين من عندنا من النادي الاهلي باستمارات عشان ما يحصلش نوع من ان الناس بيحاولوا بقدر الامكان انه يستغلوا هذه الظروف، والناس اللي بتيجي تختبر بيحاولوا يغلوا عليها التذاكر الاستمارات، فاحنا هنبعت ان شاء الله مندوبين من النادي في المحافظات ان شاء الله. يعني طيب المراحل السنيه اللي هيتم اختبار هؤلاء اللاعبين الناشئين بدءا من مواليد كام حتى مواليد كام يا كابتن فتحي؟ هو حضرتك هيبقى ان شاء الله يعني مرحله اولى من 2009 و2008 و2007، وبعدين في مرحله 2006 و2005 و2004 و2003، وبعد كده في 99 وال2000 وال2001. طب كابتن يعني فتحي على ثلاث مراحل ان شاء الله، على ثلاث مراحل وعلى ثلاثه ايام ثم تصفيه نهائيه بعد ذلك ان شاء الله. طيب فكره الاختبارات، انت لو طلعت بثلاث لعيبه او اربع لعيبه ده شيء مميز، ولا المواهب في الفتره الاخيره حاسس ان هي قلت قوي عن زمان؟ لا لا بالعكس والله، في مواهب كتير جدا، وعشان كده يمكن انا ان شاء الله الاجهزه الفنيه اللي معايا اللي هي بتتولى عمليه الاختبارات دي ان شاء الله نبص على الناس كويس قوي 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 قوي، لان في ناس برضو انت عارف في اول يوم بيبقوا جايين عندهم خوف شويه من الاختبارات، واللي احنا لو لمسنا في عنصر كويس في اي واحد من اللي جايين الاختبارات، اي لعيب من اللي جايين الاختبارات في عنصر مميز، ممكن نديله فرصه واثنين وثلاثه بحيث انه ممكن يطلع الموهبه اللي عنده ان شاء الله، ونقدر يبقى في مواهب جديده ان شاء الله نكتشفها من خلال هذه الاختبارات ان شاء الله. اللاعب اللي جاي يختبر يا كابتن فتحي في النادي الاهلي تنصحه بايه؟ ينام بدري، يبقى فاطر كويس، يكون متواجد امتى عشان يبقى جاهز ان هو يبقى للاختبار خلال الفتره القادمه؟ هو انت مش هتقدر تدي تعليمات طبعا، الناس يمكن زي ما قلت لحضرتك جاي اختبار، ده بيبقى على طبيعته، بيبقى على طبيعته انه بيلعب في الشارع، بيلعب في المدرسه، بيلعب في الحي بتاعه، مش هتقدر تدي له تعليمات،
ولكن هو اللعيب دايما انا بنصحه ان هو لو في سن كبير، لو في سن كبير لازم يبقى فيه جماعيه في الاداء، ما يبقاش النهارده داخل اختبار عشان ياخد الكره لوحده ويحاول يبين موهبته لوحده. لا، السن الكبير بالذات لازم يبين موهبته من خلال التيم اللي معاه او من خلال اللعب الجماعي. يعني الولد الصغير ده اللي بعذره فعلا من الاختبارات، ولكن يبقى ان السنه دي ان شاء الله اعمل حاجه جديده في اختبارات النادي، وخصوصا للسن الصغير، اكتشف موهبه الولد من خلال ان انا اديله حريه التصرف في الكوره ان شاء الله. يعني كده كل واحد لوحده. يعني التصفيه هتبقى على كذا مرحله يا كابتن فتحي؟ اكيد التصفيه كل مرحله هتصفى في يوم، واللي هنختارهم من كل مرحله هنصفيهم في يوم، وان شاء الله الناس العناصر المميزه هنحطها برده في الفرق على اساس ان احنا برده نخليهم يحضروا فتره اعداد ويشتغلوا مع الفرقه، والاخر نحكم عليهم ان شاء الله. يعني اكيد في تنسيق كمان مع الاكاديميات خلال الفتره القادمه، لان هذه المراحل السنيه اللي بيبقى فيها اختبارات قريبه من سن الاكاديميات يا كابتن فتحي. والله بص حضرتك، الاكاديميه طبعا الكابتن خالد هو متولي شؤونها واللي بيديرها، ولكن احنا زي ما قلت لحضرتك انا عندي قطاع البراعم وقطاع المسابقات، فان شاء الله تكون كلها تبقى في خلال المنظومه الاعمار السنيه اللي انا قلت لحضرتك عليها، واعمار السنيه اللي هي بتاعه البراعم. والبراعم طبعا لحد عندنا يمكن برضه 2005 و2004 و2003 و2006 و2008 و2009، كل هذه البراعم هتبقى موجوده ان شاء الله عندنا برضه في الاختبارات. يعني كابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لقطاع الناشئين، وخلال الفتره القادمه نستفيد من هذه الاختبارات في اختيار لاعب او اثنين، بالتاكيد بيبقى عنصر مميز جدا وموهبه بالنادي الاهلي باذن الله يستفيد من خلالها. شكرا جزيلا.